السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو جديد، فيديو مفيد على قناتنا. النهاردة جاية أكلمكم عن أهم 3 مواقع ممكن تحمل منهم صور بدون خلفية أو بي ان جي ايمجز أو ايكونز أو كليب ارتس زي ما انت عايز. والحاجات دي كلها بتفيد المصممين، وبالذات المصممين المبتدئين بيكونوا محتاجين يجيبوا شوية صور من غير خلفية علشان يستخدموها في التصميمات بتاعتهم. النهاردة جاي أتكلم عن أول موقع معايا النهاردة في bngimg.com، هحط لكم طبعا الروابط الخاصة بهذه المواقع في الوصف أسفل الفيديو. أول موقع معايا النهاردة، وزي ما تشوف هتلاقي فيه حاجات كتير جدا جدا. مثلا على سبيل المثال لو احنا هندوس على الهير تقدر تنزل الصورة اللي انت عايزها بالفورمات بي ان جي. انت بتصمم بتاخد الوش لوحده، بتاخد الهير لوحده. الحاجات دي تقدر انك انت يعني تجمعها كده على اجزاء من هذا الموقع، او ان انت عايز تعدل في شكل الشعر مثلا بتاع شخص ما وتحط له شكل مختلف، بتبتدي انت تختار وهكذا. تقدر تجيب حاجات تانية كتير، مش عايزة اطول عليكم. طبعا هنا لو انا اخترت مثلا على سبيل المثال الومن هير مثلا، ده عندي ممكن احمله بي ان جي، وممكن احمله كمان ان ديفرنت سايز، يعني احط السايز اللي انا عايزاه واعمله داونلود ايكون، او احوله من بي ان جي لجي بي جي. في الحاله دي هيكون له خلفيه، مش هينزل كصوره بي ان جي. اوكي، طب نشوف الموقع التاني معايا النهارده. الموقع اللي معايا النهارده التاني وهو كلين بي ان جي، وده انا كنت هنا عاجبني صوره فيه فمحملاها، صوره التوم اند جيري. هنشوف كده الموقع، نروح للهوم بيج بتاعت الموقع ونبص على الايمجز الموجودة. زي ما احنا شايفين ايمجز كتير تقدر انك انت تستخدمها للتصميمات بدون خلفية. لك ان تتخيل عندك عدد لا نهائي من الترانسبيرنت بي ان جي والارت تقدر انك انت تستخدمها. نروح للموقع التالت، بس حابة بس قبل ما اروح للموقع التالت مثلا ادوس كده على الصورة دي. هنا بيقول لي بيرد كوت، بيرد هوم. اوكي، مثلا هختار دي. هنا هيقول لي ده فري داونلود، بتحمله على طول وبيديك الحجم بتاعه 0.56 ميجا بايت. هروح للموقع الثالث معايا النهارده وهو موقع bng3.com. ايضا موقع bng3.com في حاجات كتير جدا ممكن ان انت تحملها وريسورسز ومصادر تستخدمها في عملية التصميم بتاعتك. زي مثلا هتصمم ان شاء الله كارد او كروت علشان العيد تهنئ بيه الناس، تقدر انك انت تروح للجزء الخاص بالاسلاميك مثلا على سبيل المثال. هنا bng images، في كمان عندي باك جراوندز، ده ممتاز جدا 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 للمصممين. في كمان تمبلتس، وفي عندي تكست افكت، وعندي illustration. موقع رائع جدا الموقع دوت، لان هو فيه حاجات مميزه جدا، في حاجات كتيره جدا لازم تستخدمها تحت لايسنس. وبالتالي هو هنا الموقع ده ما بعتبرهوش مجاني، لان هنا هو بيسمح لك تنزل حاجتين بس في اليوم او صورتين بس في اليوم، فبالتالي انت مش هتستفيد منه الاستفاده المرجوه الا لما تروح للبريميوم. وممكن نبص على البريميوم ونشوف كده الخطط الموجوده. هنا الخطط الموجوده، ودي اللي هنا عندي 3 مانث بلان ب 59 دولار، و 6 مانث بلان ب 99 دولار، و 139 اللي هو الانيوال بلان في السنه. وطبعا الانيوال بلان في السنه 139 للمصممين ما تعتبرش مبلغ كبير، يعني طبعا المصممين المحترفين بيستخدموا هذا الموقع للحصول على العناصر اللي انا كلمتك عنها من شويه. وبالتالي اللي هي عايز مثلا خلفيات، عايز تمبلتس معينه طبعا بجوده عاليه زي ما احنا شايفين، فبالتالي هو بالنسبه له الانيوال بلان لما يدفع 139 دولار ده مش مبلغ، لان هو اوريدي بيعمل شغل كبير جدا بيه في التصميم. علشان كده الناس ممكن تجربه 3 شهور في الاول لو انت ابتديت شغل بالفعل، يعني انت بتشتغل شغل تصميم. ارجح لك تستخدم هذا الموقع في حاله لو انت بتشتغل شغل يعني بتاخد اجر عليه،
يعني مش بتعمل تصميم مثلا سي لقناتك لموقعك للكلام ده كله، انت شغال على شغل ناس بتسلم شغل، يعني بيتم دفع فلوس ليك في هذا المقابل، وبالتالي هذا الموقع للمصممين حتى المبتدئين اللي لسه في الاول بيعملوا تصميم هيكون كويس جدا. لكن احنا اتكلمنا عن الموقعين التانيين تقدر انك انت تستخدمهم في بداياتك كمصمم بشكل مجاني زي ما احنا شفنا. لكن طبعا لا انكر ان بي ان جي 3 ممتاز جدا جدا فيما يحتوي على محتوى من الصور ومن الباك جراوندز والتمبلتس والباوربوينت وحاجات تانية كتير. وزي ما قلت لكم بيقدم لكم 2 ايمجز بير داي فقط، ممكن انك انت تنزلهم ديلي 2 تايمز فري داونلودز، تنزل مرتين في اليوم. هو ده الجزء المجاني اللي موجود فيه. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، وما تنسوش زي ما بنقول لكم في نهايه كل فيديو تعملوا سبسكرايب للقناه وشير ولايك الفيديو لو عجبكم، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع الاخرين اللي ممكن يستفيدوا بهذه المعلومه. شكرا ليكم، اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.